يقول أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبت. إنما كنتم حيثما وجدتم، السلام عليكم بدون استثناء، سواء في الداخل أو الخارج. تحياتي لخوتنا في جميع بقاع العالم. اليوم التقينا رانا في فنزبري بارك مع أخونا سمير. سمير هذا ما صورش عنده بزاف، والناس بزاف يسقسوا عليه. خويا سمير السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راك خويا سمير؟ السلام. وين هاد الغيبة خويا؟ الله لا يغيبك. كي راكم؟ لاباس. واش راكم؟ ديما جبتك بطني. يا خويا سمير الناس عم يسلموا عليك من الألمان من فرنسا من كل بقاع العالم. واش هي هاد الغيبة خويا سمير؟ الله يغيبك راك تعرف الدنيا. واش راك خويا سمير؟ لاباس. ما داتك الغربة خويا سمير؟ داتنا داتنا. مع الدنيا. واش حكينا اليوم؟ واش حكينا اليوم خويا سمير؟ واش نحكي لك واش حبيت نحكي؟ جديد عطينا جديد سمير. جديد رانا يا خو رانا نورمال واش حبيت باريكزوم. واش الفساد هذا الشباب تاعنا وفسد مشاكل في الطريق ولات ما كانش قبر، مش كيما بكري كانت الناس كبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير، دوكا ولات فوضى. يعني واحد كي تهبط البلاد والا في الطريق ما كانش قدر. يا خويا هذه النقطه ناكدوا فيها، وما دابينا كيما نقولوا احنا بصفه عامه قايدك بزيرين كاع كيما رانا دي 48 ولايه يكون كيما نقولوا الريسبي بيناتنا، وتكون تولي ختاده يا كيف ختي كيما اختك ختي، ونقدروا قاعدك خاطر رانا حربوا اجيال ما يكونوا ماشي كاع لا علاقه للديانه ديالنا ولا علاقه المجتمع. نقولوا احنا المجتمع تاعنا بصفه عامه ماذا بيا تكون كيما نقولوا كاع الريسبي بينات كاع الديور اللي كاين قاعدك احنا كاع سوا ديزون دي شاوي قبيلي عاصمي غربي ولا حنايا بصفه عامه كجزائريين يا خويا انا ماذا بيا نكونوا كاع سلمي يا خويا ونكونوا كاع خاوه ونكونوا قاعدك متفاهمين على نقطه واحده ان شاء الله على ربي ان شاء الله ان شاء الله يا خويا ان شاء الله يكون الميساج هذا يوصل كاع للناس. والسلام عليكم. شويه بعض بلايس ما تقدرش تمشي مع يماك مع اختك مع الاخر فهمت؟ هذه باينه احنا راهم كاع على بالهم بهذا الامر. اي بصح التربيه هذه اللي احنا واش نقولوا احنا ماذا بينا نوصلوا الرساله هذه لكاع الناس. وانا والله واحد منكم كيما انتم كيما انايا، انا ماذا بيا تكونوا كيما انايا والسلام عليكم الحمد لله كي راكم بخير احمد رايك في ساعه الخير ان شاء الله. امين خويا واش رايك في الموضوع هذا انت؟ الموضوع هذا القدر راك سلام الناس واحد يطيح واحد يسب واحد واش رايك؟ والله الموضوع هذا يا اخي بعد السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم في كل بقعه خاوتنا الجزائريين بلا ما نسميو كندا الانجليز امريكان كلش قاعد بجمله وفي الجزائر. حاجه الاولى نطلب ربي الهدايه ان شاء الله ربي يهديهم. امين امين. على خاطر هاد لي جان هادو راحوا فيها كاع ما يقدروا كبير ما يقدروا صغير ما يعرفوا يهضروا، بصح كي تهضر معاهم حاسبين روحهم هما اوفر ذا مون خارجين لحقين فارينها فارينها هما خير من الناس كاع اللي فوق الارض هادية. مي هما ما شافوش هما عايشين تما، حنا عايشين تما في الجيري ما خرجوش كاين ما خرجش في الجيري ما يعرفش عمرو ما شاف ولايه ولايه برك في الجي برك والله بيكون باري روحوا عند لي اوروبي عند لي راهم في اوروبا ما مشي عندو لي زوروبيان بارك الله بارك الله. ايه الحمد لله احنا ما نقولكش انا تربيت هنا، احنا جينا مربيين من الجزائر والحمد لله جينا مربيين وجيت مع عائله ما شاء الله الحمد لله وزدنا حوايج اللي ما عرفناهمش تعلمناهم هنا علموهم لنا بارك الله فيهم هذه الجلسه هذو. اه صح شوف الاخلاق الجنس اللي ما عندوش اخلاق ما عنده والو. فسدت الاخلاق وفسدت الامه هذا واش اللي صاير في الجزائر. وان شاء الله يفيق وان شاء الله يعرفوا واش راهم يديروا باسكو واش قال الاخ صح ما تقدر تمشي مع اخوك ما تقدر تمشي مع اختك ما تقدر تمشي مع الزوجه ديالك. سمع الكلام الفاحش من عند الراجل ومن عند المراه ها هو راهو المشكل اللي ما يخليكش كاع كيما قال تقعد بلا راس. كيفاش الطفله تهضر بكري الطفله الصوت تاعها ما نسمعوش حنا في وقتنا كي كنا في الجزائر ما نقولكش 100 سنه اللور هذه 20 سنه ما نسمعوش الطفله كي تجوز حنا بنت حومه نكونوا قاعدين في الحومه تجي بنت حومه مازالهم حيين الا ما يسمعوا فيا يشهدوا علينا كي تجوا جايزين يكونوا جايزين رايحين لديارهم وحده جايه من الخدمه وحده من المدرسه والله غير ندوروا وجهنا كاين ونهربوا كاع من البقعه هذه حتى يجوزوا البنات اي بنت حومه نعرفوها تجي جايزه ولا برانيه كان بكري الراجل كيشوف نسى يدور راسه للحيط يدور راسه يا اخي وبنت حومه تهرب يكون عاقب يشوف نسى يسعد وشوف كاين كلمه تفكروها ملحقوك فان لم تستحي فاعمل ما شئت كما تدين ان لم تستحي افعل ما شئت الا ما تقدرش بنت الناس والله ما يقدروا لك بنتك الا ما تقدرش اخت الناس والله ما يقدروا لك اختك وهذه غاليزم عند ربي سبحانه اعمل ما شئت كما تدين وتدان. والسلام عليكم بارك الله فيك خويا. السلام ورحمه الله. بابنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس الحمد لله. الله الحمد لله. برد شويه اليوم؟ والله غير راك تشوف. واش حكينا؟ واش حكينا؟ الاولى كما يقولوا نبداو السلام عليكم الحي وكاع الاخوه
مسلمين في الداخل وفي الخارج في كل مكان. مدام سيجي كما يقولوا على الأخلاق وكذا، أنا أشوفه صح الناس فسدوا كما يقولوا سد الأخلاق ديالهم وبردوا لاريزو كما يقولوا فروسي، وهذا الأمر يولي قاع بعدنا على الدين، الناس بعدوا على الدين ما ولاوش يخافوا ربي كما يقولوا ولاو يخلطوا. قبل صور سمعتك تطلع على الألمان هذوك. اه وش صرا لك المان المشكل؟ والله ما لبنا جسوا وانا نسمعوا كما يقولوا اخبار منا ومنا قال لك ابي هبطوا ربي هبطوا ما فهمناش علاش ما فهمنا بصح تزيني انا عرفوهم عندهم كما يقولوا لونك تايم كاين المليح وكاين العيان هما دوكا ما ولاوش يخيروا هم يجمعوا. اه هذه كما يقولوا ما دام تمسهم هنايا تمسهم هنايا والناس كاع ساكتين بصح وش نقول لك؟ لازم كما يقولوا إلا عندنا كما نقولوا مسؤولين وكذا باش يطرقوا لهذا الأمر ثاني يعاونوا خاوتنا هنا من تما، وإن شاء الله كما نقولوا ندعو لهم الهداية في الجزائر. آمين. طلبوا من إن شاء الله كاع باش ما يتبرجوش ومنا ربي قال نساء يريحوا في الدار فاهم، هذه هي وربي إن شاء الله يعفو علينا. آمين. إن شاء الله الجزائر كل عام بخير.